ايوه نعم. انا المرحوم ابوك. مين عم تحكي يا ابي؟ الشهيد وين بيكون؟ والله ما بعرف يا ابي، شني ما استشهدت ولا مره لسه. من الجنة يا ولدي، الله يطعمك ياها. والسامعين يا بي، يا بي انت ليش استشهدت لك؟ شو بدك بهالصرعة كان؟ من شان الوطن، شو نسيت؟ والله راح عن بالي الوطن يا بي. حلوة الجنة يا بي. ما في مثل الجنة، بس حتى الجنة ما بتغني عن الوطن يا ولدي. طمني، شو صار فيكم؟ شو صار بالاشياء يلي استشهدنا من شانها؟ طمن يا بي، الحمد لله دمكم ما راح هدر ابدا. الله يطمنك بالخير، بس بدي منك أجوبة محددة. تكرم جروحاتك يا أبي. سأل أول باشتان، شو أخبار الوحدة العربية؟ ما عدنا حكينا فيها. يعني صرتوا بلد وحدة؟ يكال ما بدا شيء. أنا اليوم فطرت ببغداد وتغديت بالخرطوم وعم أحكي معك من أبو ظبي. قصدك ماذا؟ الحدود؟ الحدود على الخريطة بس. والحرية؟ بتبوس ايدك. يعني ما صغي السجون؟ للمجرمين فقط يا بي. وشو عملتوا بالمعتقلات؟ معتقلات كلها حولناها الى مدارس ومستشفيات يا بي. برافو عليكم وبرافو. ما خبرتني عن العدالة. العدالة حدث ولا حرج. يعني شلون بدي شبه لك العدالة عنا يا ابي؟ بتلاقي هالاجانب والسواح بيجوا من آخر الدنيا لعنا ليتفرجوا على العدالة والنظام والقانون. آه وكيلك يا أبي، صرنا فرجة. يعني ما عاد في ابن ست وابن جاري؟ أبدا، خيرات مكومة بالطرقات على مين يشيل البلاش. بس إذا الشغل ببلاش مو تدبك، بعرفك نفسك دنية. ها لا يا بي، كل واحد منا بمد إيده بياخد حاجته. هلا أنا مثلا مقتصر أكلي على الفريز بالكمسرة. لك ولدي في شغلة بدي أسألك عنها ومستحي بعد هالسنين الطويلة. لا يا بي لا تستحي، سأل لك. فلسطين أكيد رجعتوها لأهلها؟ معك حق تستحي، هذا سؤال بيسأل بعد 30 سنة نضال. برافو عليكم. ولك شو عم تشرب؟ مي. شو هالمية اللي فايحة ريحتها لعني؟ مية أناني يا بي. خلاصته يعني ما عاد في لاجئ برات بلده؟ لا لاجئ ولا نازح ولا مهجر. لك شو عم تخربط انت؟ وهاليهود المساكين شو عملتوا فيهم؟ صعبت لي الأسئلة كثير. والله ما حاطينهم بالمستودع، عم نتفرج عليهم محتارين شو بدنا نسوي فيهم يا بي. خيرون. ايوه. يلي بريد يضل عنا ملتزم ادبه اهلا وسهلا، يلي ما بده رجعوا من محل ما اجا. والله ابي نحن كان فكرنا نرميهم بالبحر، بس كرمالك هلا رح نصير نعاملهم بالحزنة. لانه يا ابني العرب من شيمون التسامح والعفو عند المقدرة واغاثة الملهوف. وهلا بعد ما اطمنت بدي اطمن عليك وعلى امك واخواتك. اطمن يا ابي، الحمد لله أنا وأمي وأخواتي كلياتنا بخير ومنقبل أياديك الطاهرة يا بي. بس فرحتي ما بتكتمل حتى أشوفكم. يا عم شو بدك تشوفنا يا بي؟ لك طيرت لنا السكرة. بتجوا لعندي على الجنة؟ نجي لعندك على الجنة؟ ايوه. ليش حدا بيترك جنته على الارض بيجي لجنتكم؟ شو في عندكم انتو؟ سواقي عسل، انهار لبن، مروج خضرة، ارواح طاهرة. من العسل عنا 100 نوع، نحن من الجبنة عنا 200 نوع. عندكم لفاش كيري؟ لا ما عندكم. شفت عندكم موز صومالي؟ لا. عندكم تلفزيون ملون؟ لا. شو بدي عدلك لعدلك لك؟ خلاصته يعني مو ناقصكم شيء. أبدا مو ناقصنا شيء أبدا. الله وكيلك يا أبي، مو ناقصنا إلا شوية كرامة بس.